بلعون اللي اسمه بلح. ماله؟ بلغ علينا وقال اللي احنا قلبناه. يا خبر اسود ومنير، انت بتتكلم بجد؟ ده احنا كده هنروح في كلابوش، ده غير البهدله وقله القيمه والتلطيش. طب وبعدين هنعمل ايه؟ حل عبقرينه. لا ما تقلقش، انا فكرت وجاهز وهتشوف كمان. يلا بينا. يعني انتوا بتتهموه؟ اه بنتهم. يا ابن الكدابه. انا كداب؟ يا باشا ده مش كداب يا باشا، هو ده اللي كداب يا باشا، وكان عايز يموتنا والله، والعيال دي ما كانتش تبلغ هنا غير لما كانت هتموت. صدقني والله يا باشا زي ما بقول لك كده، والله العظيم الكلام ده حصل صح يالا ولا ايه؟ والله العظيم حصل يا باشا. عليا القناعه، عمري ما شفتهم ولا اعرفهم. الواد ده سرقني يا باشا. سرق منك ايه؟ يا باشا والله العظيم احنا غلابه، الواد بلح دوت هو اللي سرقنا وكان عايز يموتنا. ولولا استاذ احمد يعني احنا كنا نعمل محضر وناخد حقنا بالقانون والعداله، اصل يعني محسوبك يعني بيحب العدل والعداله. ايوه يا باشا والله العظيم صدقنا احنا الكلام ده مظبوط يا باشا، ده كان عايز ياخدنا يموتنا هناك. حرام يا باشا، حرام العيال دي يا باشا تموت كده في طيس يا باشا. طب نموت طيب في ده البلد، طيب نموت في ده البلد، نموت في ده مصر، مش نموت في طيس البحر يا باشا. والله العظيم انا صعبان على اللي حصل ده يا باشا. ده مصر دي غاليه عندنا قوي. انا نادري عليا يا باشا والله العظيم، بسيب البلد دي، انا هموت في بلدي يا باشا. خلاص خلاص يا باشا، انا عايز حقي. لا بس عداله يا باشا، عيب عليك. لا والله العظيم ده هتنفع شغل في السينما. يا الله يخليك. الاخبار يا حماد؟ لا ده 100 دلوقتي طلع اصلا. العيال طلعت تمام 100 كله زي الفل. شكرا رجاله. ايه ده انت هتخلعه ولا ايه؟ يا جدع في انت هاجم علينا كده؟ احط لك جنبك جدع في ايه؟ احنا قدام الاسم ميايا كده. اوضه ايه يا عم؟ لا انا عايز ميايا. استاهلوا؟ اه يستاهلوا بصراحه. ماشي. كم واحد؟ 3 بقى. هم 100 بس. صباح الفل. ماشي يلا زي بعض. كله تمام؟ جاب العيال دي منين؟ عيال انا بحسبك هتسالني على الفلوس، يعني عيال في اكتر منها متلقحها فوق الكباري. يا عم احمد استقضت المصلحه. يا خالتي ما قايل لك قبل كده انه عايش، هيفرق بايه بس؟ خش ربنا يا ابني يطمن قلبك. بقول لك ايه؟ ايه؟ كلمهولي، انا اللي عايزه اطمن واسمع صوته بوداني. ماشي يا خالتي، انا كلمهولك عشان تتاكدي ان انا ما بكدبش عليكي. كتر خيرك يا احمد. ادي يا ستي متولي. رد. استني يا حاجه شويه. طيب. الو يا متولي، عامل ايه؟ اخبار الدنيا عندك ايه؟ تمام. بقول لك يا متولي، في حد عايز يكلمك. لا مفاجاه. خد يا سيدي معاك ايه. هات يا حبيبي هات. الو متولي، ازيك يا حبيبي؟ وحشتني يا ضنايا. كده برضو تعمل فمك كده يا متولي؟ مهدلة من غيرك. تعالى بقى يا ابني. هادي عليك بإيه؟ أقول روح منك لله، مش هتهون عليا. جاية إمتى؟ بجد والنبي؟ طب أنا مستنياك يا حبيبي، والله مستنياك. بالسلامة يا ابني. ألف سلامة يا حبيبي، بالسلامة. بالسلامة يا دنايا. تأكدت يا خالتي إنه عايش؟ تأكدت يا حبيبي. بقول لك إيه؟ إيه؟ احمد والنبي خصيمك محمد كلمه خليه يجي. خلاص يا خالتي، وعد مني اخلي متولي يرجع لك. ربنا يبارك لك يا ضنايا، ما تحرمش منك جميل فرقبتي العمر كله. ماشي، عايز حاجه؟ لا سلامتك. بقول لك ايه؟ ايه الامانه اللي عندي بتاعتك مش عايزها. خليها ولما عاوزها هبقى اطلبها منك. حاضر. سلام. الف سلامه يا حبيبي. يا رب يا رب، اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب. يا رب اعمل ايه بس؟ اسجد لك ركعتين شكر يا رب. الحمد لله الحمد لله. اهلا يا احمد، اتفضل. تحب تشرب ايه؟ بقى لله كمالية. ياه انت لسه فاكر؟ انا اصلا انا ما والله ما عارف اقول لك يا كمال. انا عارفه ما كنتش هنا لما سمعت الخبر، بس يهمني انك تعرف ان وجودك جنبنا كان هيفرق معانا كتير قوي. بس يلا الحمد لله عم جمال ما سابناش. جمال مين؟ جمال مين؟ والله العظيم تلاتة أنا لو كنت فاضي والله العظيم غصب عنك يا كاميليا. عارف ما أنا اكتشفت إن الدنيا دي بتخلي الواحد يعمل حاجات كتير قوي غصب عنه. يلا معلش. الله يرحمه. الله يرحمه. أنا مش
مش عارف اقول لك ايه. انتوا مش محتاجين اي حاجه، اي حاجه اجيبها لكم، اي حاجه اعملها لكم. لا شكرا. وبعدين الست الوالده قامت بالواجب. امي طب بقولك ايه، انا كنت عايز اتكلم معاكي في كلمتين كده على جنب. اتفضل. كمل يا. انا عارف ان انت زعلانه مني، وانا انت شايف ان ده وقت مناسب للكلام ده؟ ايوه طبعا يا كاميلا، وقت مناسب، ومناسب جدا كمان على فكره. كاميلا انت عارفه انت عندي ايه؟ انت حد عزيز عليا قوي والله. يعني وبعدين فوق كل ده وده انت بنت خالي يا بت. صح عندك حق، انا بنت خالك وانت ابن عمتي، وفي بينا حاجه اسمها صله الدم، بيقولوا عليها زمان الضفر ما بيطلعش من اللحم. واما الواحد بيحصل له حاجه ما بيلاقيش في ظهره غير اهله. بسم الله عليكي، اديك انت بتقولي والله العظيم نفس الكلام اللي انا كنت جاي اقوله لك بالظبط. امال كنت هتهاجر من غير ما تقول لحد ليه؟ كنت بتهرب من مين؟ مني؟ انت مجنونه يا بت ولا ايه؟ هرب منك ايه؟ مفيش الكلام ده طبعا. انا كنت بهرب من نفسي يا كاميليا، انا كنت بهرب من نفسي، من الدنيا اللي انا عايش فيها، اللي انا لغايه دلوقتي ما خدتش منها الحق ولا باطل. ولما انت راجل بتقول كده امال انا اقول ايه؟ ده انا اقول اكتر من كده 60 مره. انت عارف يعني ايه كاميليا راجل يبقى معدي 30 سنه ولسه ما عرفش يبدا حياته منين؟ انت اللي كنت عايز كده. خلاص يا كاميليا خلاص، أنا مش عايزك تقولي كلام يضايقك ويضايقني. أنا آسفة، بس أنا بقول الكلام ده عشان أنت ابن عمتي اللي أنا خايف عليه. مش قصدي والله العظيم أنا كمان خايف عليك، والله العظيم أنا كمان خايف عليك يا كمالي. بعدين أنا مش عايزك تزعلي من أمي. أمي دي ست كبيرة ودماغها على قدها، أنت فاهمة؟ والله العظيم بتعمل معايا أكتر ما بتعمل معاكوا 60 مرة. يلا حصل خير. قصدي بقول لك ايه، ما تعوزي طبعا مني اي حاجه، انت مش محتاجه يعني تفكري قبل ما تكلميني. ها كنت عايزاك تبقى واقف جنبي في دفنته، كنت عايزاك تبقى ظهري سندي، كنت عايزك انت اللي تشيل، كنت عايزك انت اللي تاخد عزية مش عم جمال. تشرب ايه؟ كملي، انت لسه بتحبيه؟ انا ما بحبش حد. يلا عايزاكي تغيري هدومك. اتفقت مع عم جمال هنروح نشوف معاش بابا ونسوي. مالك؟ انا صراحة مش عايزه اروح هناك، مش عايزه اشوف روم. بالعكس احنا لازم نشوفه. قهوتك يا ست الكل. تشكر يا شباب. بقول لك يا ست الكل، الواد خليل عمال يسال عليك كل شويه، وناقص ان هو يجيب ميكروفون ويجيب منادي ونادي عليك في الحته كلها، وقال لي اول ما تيجي اتصل بيه بالتليفون على طول. اعمل ايه؟ ولا كلمه. انا قلت كده برضه. تصدقي بقى انك عايزه اضرب الجزمه؟ انت فين يا بت انت؟
على فكره بقى الريس حلف 100 يمين ان ما كنت تدفعي اللي عليكي لو وقف الشغل معاكي. انا بقى قلت له اكيد فيكي حاجه. بابا مات يا مغا. البقال لله يا حبيبتي. طيب بصي بقول لك ايه، سيب البضاعه وانا هوزعها على المواطيع وكل واحد يبيع اللي يقدر عليه. لا انا هشتغل. يا بنت اسمعي الكلام بقى ما يبقاش دماغك ناشفه. بقول لك هشتغل. سيبيها. اسيبها ده ايه؟ ده بدل ما تقول لها عنك. منى جدع ب 100 راجل. وهتشتغل احسن من الاول كمان بقى في حياتي. بس انت برضو كان لازم تقولي لي والله احنا يعني شغالين مع بعض كده وخلاص. سد خان. انا صعبان عليا ان بابا مات من غير ما يعرف انا بعمل ايه. معلش انا عمري ما خبيت عليه اي حاجه الا دي. هو الوحيد اللي كان بيشجعني وبيثق فيا. لما كان بيسالني انت نازله رايحه فين كنت بقول له رايحه النغم او ادور على شغل. ما كانش ينفع اقول اني بشتغل. ما كانش هيوافق، كان هيرفض. ايه رايك بقى ان باباكي لو كان عارف كان هو اللي هيشجعك ويقف جنبك وانت بتعملي حاجه غلط؟ ياه انا حاسه دلوقتي بالذنب. حاسه اني غلطت في حقه اني ما قلتلوش. يلا بينا يلا بينا قبل ما ينزل علينا. تخيل انه مبقاش موجود. انا مش عارفه دلوقتي هنعمل ايه وهنعيش من غيره ازاي. بس يا حبيبتي سمر يا بنتي البقاء لله. حياتك الباقية. بس يا حبيبتي مش كده. بس يا سمر انت لازم تعرفي انك دلوقتي بالنسبه لي زي لمار بالظبط. اي حاجه تحتاجيها خدي نمرتي من لمار. دي نمرتي الشخصيه. انا مش بديها لاي حد. انا من النهارده عندي بنتين سمر ولمار. اوكي خلي بالك بقى انا بحب بابا جدا يعني هتلاقيني بنفسن عليكي على طول. خدي بالك مني. ها على فين رايحه لماما؟ هتعوز مني حاجه؟ لا اتفضلي. سعيد فين؟ نايم فوق. باي باي يا بنات. باي باي مام. باي يا لمار. لمار يا لمار. ايه عايز ايه معايا ضيوف؟ انت عايز ايه؟ ما بتردوش ليه؟ قلت لك معايا ضيوف. مين؟ يا كنت بنت المزه بتاعت الحفله بتاعت امبارح. عرفيني عليها. مش هي معايا سمر. يا بنت كئيبه. شش حرام عليك مش عايزاها تسمعك. وبعدين دي باباها لسه متوفي. شفتي مش بقول لك كئيبه؟ اطلعي باي حاجه من معاكي يا جدع. لو ماما سايبه معاكي حاجه يعني. ماما مش سايبه معايا حاجه. اه مش سايبه حاجه. طب ما تجيب انت اي حاجه. بس لو بابا عرف على فكره هتبقى كارثه. ماشي ماشي محدش عارف. يلا امشي بقى امشي. يا عيله من احلى بيها الا ربنا. بقولك انا همشي. لا تمشي ده يا حرام عليكي بقى. ما هو المشوار تقيل على قلبي انا كمان. الله خلينا نخلص منه. ازيك يا رام؟ هو انت عرفت ان بابا توفى؟ عرفت. طب مش كان يصح برضه تيجي تعزينا؟ لكن اكيد في حاجه مهمه هي اللي منعتك. ما تعرفش مكتب عم جمال فين؟ هو موجود في مكتبه اخر الطرق. طيب انا هروح لعم جمال. حصلني نجلاء. على فكره ما جيتش هنا عشان كويس انك جيتي. في مكان انت عايزني؟ اه انا كنت عايز اتكلم معاك. غريبه ما جيتش يعني ولا تتكلم معايا ولا تقف جنبي وتحسسني ان انا مخطوبه وان انا ليا ظهر. هو انا عايز اتكلم معاكي بخصوص الحكايه دي. أوي أوي. تحب إن احنا نتكلم فين؟ مكتبي كويس. اتفضلي. هو أنا سألت سؤال غلط ولا إيه؟ لا هو مش غلط ولا حاجة كمان يا بس أنا مش عارف أقول لك إيه. إحنا أصلنا بعد ما مات عبد العزيز الله يرحمه اكتشفنا إنه طول عمره كان شغال معانا هنا بعد عمل مؤقت. يعني عمره ما كان متعين على درجة وظيفية. عقد مؤقت ازاي؟ انت بتقول ايه يا عم جمال؟ اعمل ايه؟ ده اللي حصل. يعني انا ابويا ليه مكافأة وليه معايش ولا ملوش حاجة؟ انا مش هينفع اشرح لك الحكاية دي هنا عشان دي حكاية محتاجة وقت. انت دلوقتي تروحي وانا هاجي لك البيت اشرح لك الحكايه دي بالتفصيل.
اعرف ايه اللي ليكوا وايه اللي عليكوا واللي في الخير يعملوا ربنا ان شاء الله. ما هي ساكت ليه؟ بتدور على حاجه تقولها؟ لا ابدا بس متضايق. صح انت عندك حق، انا مش هقدر اقول لك اي حاجه. انا غلطت لما خبيت عليك اني عندي الصرع، بس قلت يعني مش هتفرق معاك، قلت طالما احنا بنحب بعض واخترنا بعض خلاص. بس انا كان لازم اعرف. عندك حق، بس ده يعني يخليك ما تجيش وتقولي بقاء لله وتقف معايا في موقف زي ده؟ طبيعي كنت متضايق وزعلان، حسيت انك خدعتيني. خدعتك مره واحده؟ ليه اكتشفت انا كنت بحب حد وخبيت عليك يعني، ولا اتجوزت وما قلتلكش؟ والله ما تفرقش كتير. اه بجد؟ انت شايف ان هي ما تفرقش كتير؟ ماشي. على العموم انا عارفه انت عايز ايه. اتفضل. انا هعتبر ان انا اللي فسخت الخطوبه. شبكتك هديلك بكره. وريت بقى تبقى تبعت حد يتمم عليها، لا تكون حاجه ناقصه. بتتكلمي كأن انا اللي غلطان. لو كنت انا اللي خبيت عليكي حاجه زي دي كنت هتعملي ايه؟ اقول لك انا. كانت الآية تتبدل، تعتبري إن أنا خدعتك وكدبت عليك وتعملي أكتر من اللي أنا عملته. على فكرة بقى، أنت اللي مش مظبوطة. لو سمحت، كفاية قوي لحد كده. يلا يا نجلاء، إحنا غلطنا إن إحنا نجلاء! نجلاء! أجيب مية، أجيب مية. تشربي ميه؟ نجلاء انا اسف. تشربي ميه تاني؟ يلا نمشي. قومي 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 يلا. طب استريح. قومي. شكرا. أنا عارف إنك زعلانة مني، بس حبيبتي أنت وحشاني وكان نفسي أشوفك حتى لو ماما مش عايزة. والله اتصلت بيكي كتير. بابا هو أنت عايز إيه؟ يعني حضرتك عايز إيه من الزيارة دي؟ نشوف بعض؟ آه. طب إحنا شفنا بعض أهو، كله تمام خلاص. المهم بس عندي انك ما تفتكرش خالص اني ممكن اسيب بيتي ده واجي اعيش معاك في الحاره. كنت عايزني اعمل ايه؟ كنت عايزني اسيب كل العز اللي انا عايشه فيه والفلوس والحياه اللي تتمناها اي بنت واجي اعيش معاك؟ اعيش معاك ومع بنات سميه زي ما ميرا عملت؟ عايزني افضل طول السنه عماله ارقع في هدومي؟ ولا عايزني استلف هدوم الشتا والصيف من الجيران عشان ابقى بنت كويسه وبتحب ابوها؟ انا ما كنتش غلط، انت اللي غلط. انت اللي كنت عايز تفضل موظف تستنى المرتب كل شهر. كنت عايزنا ناكل ونشرب ونعيش كلنا بمرتبك اللي مش مكفي حتى مواصلتك للوزارة اللي بتشتغل فيها. انا ما اقدرش اعمل كده، انا بحب الحياة. ادخل.
استاذ سامح عايز حضرتك. اوكي خليه يدخل. تمام. اتفضل يا استاذ سامح. قعدت اقول هتتصل هتتصل. طب يا ستي مش علشاني، عشان خاطر الشغل. والله انا كنت هكلمك بس يعني معلش حصلت مشكله صغيره كده. مشكله صغيره وانا موجود؟ ده كلام برضه. اتفضل. سامح ممكن تقولي انت عايز ايه بالظبط؟ عجباني. هي دي مشكلتك؟ انت شايفة ان دي مشكلة العيلة؟ سامح انت مشكلتك انك بتدخل الشغل في العلاقات الشخصية. كله منفذ على بعضه. ايه؟ قلت حاجة غريبة؟ لا بس طريقتك هي اللي غريبة. صدقيني هي دي الحقيقة. الناس هتقولك عايزين الحب البيور الأفلاطوني، بس الحقيقة مش كده. كل واحد عاوز من اللي قدامه حاجة. وإيه بقى هي الحاجة اللي أنت عايزها مني؟ عاوزك أنت. ساعتها بكسبت كل حاجة ومعايا أحلى بنت في البلد كلها. طب وأنا؟ هبقى كسبت إيه؟ أشطر رجل أعمال. ده أنت غير ساوي النهاردة. لا أنا هقوم وأسيبك بقى. لا لا معلش بس أصل أنا والدي توفى امبارح. إيه؟ لا أنا آسف. هي في حياتك؟ والله ما كان عندي علم بأي حاجة. كنتش أعرف خالص. عادي عادي مش مشكلة ولا يهمك. طب خلاص لو حابة أسيبك لوحدك أجيلك وقت تاني. لا استنى أنا مش عايزة أقعد لوحدي. أنا عايزة أخرج. يا سلام بس كده؟ تحت أمرك. طب يلا بينا. يلا بينا. ايه مالك؟ قلبه وشك ليه؟ متضايقة. بقول لك ايه؟ الحزن في القلب بقى فكيها وما تخليش الراجل يقفش مننا. انا متضايقة من كاميليا عشان مدت ايدها عليا، وانا عمري ما حد مد ايده عليا. هقول لك على حاجة بس ما تزعليش مني يعني. قولي يا حنان. هي مش من حقها انها تمد ايديها عليكي، وانا لو كنت مكانك كنت رديت لها القلم في ساعتها. هي كده هتعمل عليكي الكبيرة. هي عملت خلاص. يبقى انتي لازم تاخدي بالك قوي من تصرفاتها وتشوفيها هتعمل ايه. مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه بالظبط. يعني خدي بالك عشان الحاج الله يرحمه اكيد شايل له قرشين كده ولا كده وهيخرج له معاش، وهي لما هتصدق تكوش عليهم؟ ساليني انا. يا شيخه مش للدرجه دي بقى. يا مروه انا بنصحك بس في الاخر انتي حره. الواحد لما بيشوف الناس النظيفة دي بيحس ان عمره مستحمى. الواد ابيض بيبرق زي الفل. لا اكيد ما بيستحماش بميه زينا، ميه معدنيه اهو كولونيا. طب خدي بالك بقى عشان ريحتك فاحت. عارفه قسم التصميمات؟ لا. اسالي اي فراش هيقولك عليه. تروحي تاخدي الرسومات من هناك وجري على المصنع تسلميها وتيجي تاني على طول، وعلى الله تقولي لي ما تعرفيش فين المصنع. حصل. اسالي. بقول لك ايه؟ نعم. ميت حبي عايزك جوه. انا؟ انتي. وشوفي عايز ايه؟ حاضر. استني. نعم. ظبطي نفسك كده عشان ما تدخليش مبهدله. حاضر. يلا. مالك بقى؟ الهي يجي لك حجز في رجليك يا شيخ. بتقولي ايه؟ خبطت ركبتي الله يخرب بيتك. بقول لك ايه؟ ما تروحيش اروح سوا ماشي؟ اوكي. يلا.
العرض اللي فات كان سيء جدا، انا مش هشتغل مع الناس دي تاني. بعدين ايه البنت اللي انت كنت جايبها دي يا بابا؟ زفت طبعا. انت ما كنتش شايف بطنها قدامها كانت عامله ازاي؟ لا اسمع اسمع، الموديل هي اللي بتبيع المنتج طبعا. الستات بتصدق ان الفستان هيبقى عليها زي ما هو على الموديل بالظبط. لا لا لا، احنا اللي بنعمل البنات دي، اللي مش عاجبها مع الف سلامه. مليون غيرها يتمنوا يبقوا مكانها. لا معلش، يعني محتاج اريح شويه عشان السيزون الجديد. ماشي ماشي، مع السلامه. انت البنت الجديده؟ اه. مروه مش كده؟ اه اسمي مروه. خريجة ايه يا مروه؟ انا خريجة اداب. اداب ايه؟ اداب فلسفه. بس جامده فلسفه شديده الحقيقه. طيب بص يا مروه، انت هتاخد المجلات دي تقريها كويس وتطلعي كل المقالات اللي اتكتبت عنها، تكتبيهم في تقرير وتقدميهم لي على حسب الاهميه. حاضر. فاهمه؟ اه حاضر، تحت امر حضرتك. عن اذنك. انا اسف. يا لؤي، البنت اللي انت جايبها دي؟ ماشي يا سيدي ماشي، اما نشوف. استاذ لؤي، ايه ما كلمتنيش ليه؟ بقول لك ايه، ابعد عن نفوخ، انا مش ناقصك واحد ابوك. لو بقى هتزعلني تاني؟ انت عايز ايه؟ انت البنات دي ما عجبتكش؟ لا 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 لا، كده انا شامم ريحه وحشه قوي في كلامك. على فكره البنات دي محترمه جدا وجايه هنا عشان تشتغل وبس، وبعدين انت كده بتشتمني. يا لؤي انت على طول فهمني غلط كده يا اخي، انا قصدي يعني ان احنا شركه فاشنز ولازم يكونوا لايقيني على الشغل بتاعنا، يعني انت بتفهم ايه بس؟ اه اذا كان كده معلش، لو سمحت بقى غور عن وشي عشان انا مش طايق نفسي. ايوه ايوه، يا اهلا يا استاذ جمال، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ عبد الله، انا قلت اجي اقعد معاك شويه كده، وبالمره اشكرك على وقفتك معانا في جنازه الله يرحمه عبد العزيز. يا سيدي ده واجب يا اخي، مع انك ما تعرفوش. الموت ما فيهوش تعرفه وما تعرفوش. واضح ان انت راجل طيب. الله يخليك. اتفضل يا سيدي. بس يا رب بقى يعجبك، اصلا يعني في المطبخ مش قد كده. اي حاجه من عمايل ايديك تبقى زي الفل. الله يكرمك. الله يكرمك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده، دي الاوضه بقت حاجه تانية خالص يا استاذ عبد الله. واضح ان حضرتك بتحب النظام. يعني على قدي. وحضرتك متجوز؟ لا. ولا كنت متجوز؟ كنت. أنا بقى لا كنت ولا حكون. اتفضل يا أستاذ جمال، اتفضل. يزيد فضلك يا سيدي. اتفضل. يا أهلاً أهلاً. أهلاً وسهلاً، شرفتني. أصلاً بقى كنت كل ما أجي أفكر في الحكاية دي أقول إن شاء الله بكرة الحال هيبقى أحسن. بكرة المرتب هيتعدل. بكرة هلاقي وظيفة تانية أحسن من الوظيفة اللي أنا فيها دي. إنما للأسف ما حصلش. إن شاء الله ربنا هيكرمك بإذن الله وكرمنا جميعا. خلاص بقى ما عادش ينفع. أنا أصلي صاحب مقولة إن فاتك الميري
مرة في تراب. وانت بقى ايه ظروفك؟ انا بقى لا اتمرمغت في الميري ولا تراب الميري رضي مرمغني فيه. قصدك ايه؟ قصدي يعني انا على باب الله، الشغل اللي بلاقيها بشتغلها وبستناها بكرة. وما كنتش انجبت اطفال يعني؟ لا في الحقيقة انا طلقت بعد ما اتجوزت بست شهور. ما اتجوزتش تاني ليه؟ اكيد انت ساعتها كنت لسه يعني شاب صغير. ليه دي بقى احكي لك عليها بعدين. طب ما تعمل لنا كوبايتين شاي وتحكي لي. ده يوم المنى.